أنا مجدي محمد عبد اللطيف عبد المنعم، المدير التنفيذي لمصنع توحيد للبلاستيك بالمنطقة الصناعية غرب سوهاج. أنا من محافظة سوهاج. أنا بدأت العمل في خوض تجربة مصنع بلاستيك صغير كان في 1997. النهاردة بعد ما حصلت على القرض عدد المعدات والآلات وخطوط الإنتاج 35 ما بين مكنة فيلم ومكنة تقطيع وخلاطات. عدد العمالة زاد عندي من 12 و15 لحوالي 60. رسالتي لكل شباب جمهورية خاصة الشباب محافظة سوهاج، توجه فورا ولا تتردد في طرق أبواب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. هتلاقي اللي هيرحب بيك، وهتلاقي اللي هيساعدك، وهتلاقي اللي هيعمل لك دراسة الجدوى، وهتلاقي اللي هيعمل لك الحاجات التقنية والفنية، وهيساعدوك وهيرحبوا بيك.